إقامة صلاة الاستسقاء في عموم التراب الوطني وإمام الجامع الكبير بنواكشوط يدعو المصلين للاكثار من الاستغفار والدعاء. وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي يتفقد أشغال تأهيل الحي الواقع مقابل الكيلومتر 13 بمقاطعة الميناء المهيئ للأسر المتضررة من أمطار الخريف الماضي. وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة يدعو الشباب إلى لعب دوره كاملا في جاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى تفاصيل مسائية الموريتانية لهذه الليلة. معكم فيها منات محمد حيدرة ومحمد بديدي، كما نرحب بأسماء من عثمان لتصحبنا بلغة الإشارة. أهلا بكم مشاهدينا. أهلا بك منات. أهلا محمد. للوقاية من فيروس كوفيد-19 بادروا بالتلقيح والتزموا بالإجراءات الاحترازية. أقيمت اليوم بساحة جامع ابن عباس في نواكشوط صلاة الاستسقاء بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. إمام الجامع الكبير الذي أمى المصلين أكد في خطبته أهمية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كافة الأمور، داعيا المسلمين للأكثر من الصلاة والاستغفار. بعد أن تأخرت الأمطار عن بعض مناطق الوطن خلال العام الجاري 2021، تداعى إلى ساحة جامع ابن عباس في العاصمة هؤلاء الأئمة والعلماء والشيوخ سائلين المولى جل جلاله أن ينزل المطر ويدر الضرع وينبت الزرع. رفعت الأكف ودمعت الأعين ابتهالا وتضرعا إلى منزل الغيث مدرارا المستجيب للمضطر إذا دعاه. إمام الجامع الكبير حث على ضرورة الإكثار من الاستغفار والصدقة والصلاة على المبعوث المختار صاحب الرسالة التي كانت وما زالت رحمة للعالمين. فعلينا أن نستغفر الله تعالى وأن نكثر من ذلك، ملاحظين قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعلينا أن نكثر من الاستغفار وعلينا أن نتصدق، فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. علينا أن نكثر من الاستغفار ومن الصدقة ومن اللجوء إلى الله تعالى والدعاء، لأنه تعالى قد قال: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وطلب الإمام جمع المصلين بنشر قيم التسامح والعدالة بعيدا عن الشبهات وظلم العباد، ودعا إلى اتباع النهج النبوي الذي هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، من ساحة جامع ابن عباس يعقوب اللصوفي الموريتانية. كما أقيمت صباح اليوم في بطحاي مدينة النعمة صلاة الاستسقاء، حيث أمى المصلين فضيلة الإمام محمد الأمين ولي العالم إمام الجامع العتيق بالنعمة الذي بالغ في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حضر الصلاة ولي الحوض الشرقي الشيخ عبد الله اللواه وعدد من رؤساء المصالح الأمنية والإدارية والمنتخبون المحليون وجمع غفير من المصلين. هذا وتجر الإشارة إلى أن تأخر التهاطلات المطرية وتراجع منسوبها في بعض مناطق ولاية الحوض الشرقي بالإضافة إلى توزيعها الزمني هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، عوامل أثرت على الحالة الرعوية للولاية التي تعتبر من أهم ولايات الوطن رعويا. وفي ولاية ترارسة أقيمت صباح اليوم بمدينة روسو عاصمة ولاية ترارسة صلاة الاستسقاء بحضور الوالي المساعد لولاية ترارسة وحاكم المقاطعة وعدد من الأطر وأئمة المساجد. وقد أما المصلين إمام الجامع الكبير الذي نوه بأهمية الرجوع إلى الله في هذا النوع من المحن والتوبة من الذنوب، مشددا على ضرورة الإكثار من العبادات والاستغفار وتكثيف أعمال البر والصدقة على الفقراء والمحتاجين. وأكد في السياق نفسه أهمية مواصلة صلاة الاستسقاء والتضرع إلى الله عز وجل في مختلف الأوقات، خاصة في مضان استجاب الدعاء حتى يأتي المطر ويعم الخير في كافة الأرجاء.
وفي ولاية أدرار واكبت السلطات العمومية بمدينة أطار صباح اليوم أداء صلاة الاستسقاء التي أقيمت بالساحة العمومية وسط المدينة، وسط حضور تمت فيه مراعاة الإجراءات الاحترازية للتماشى مع الظرفية الصحية الحالية. إمام المسجد العتيق الشيخ محمد سالم المحمد أكد خلال خطبته أن الاستسقاء سنة مؤكدة شرعها المولى سبحانه وتعالى لعباده ذات خال مطر، كما حث الناس على مواصلة الدعاء والصدقة والاستغفار وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي من شأنها أن تكون عاملا من عوامل استجابة الدعاء. وفي نفس السياق احتضنت باحة جامع الرضوان في مدينة وادي بو صباح اليوم إقامة صلاة الاستسقاء بحضور مدير ديوان الوالي الشيخ الحسن وأعضاء مكتب هيئة علماء موريتانيا على المستوى المحلي وجمع من المصلين. وقد أما المصلين إمام جامع رضوان الفقيه محمد الإمام والعبد الباقي الذي استعرض في خطبته أهمية الرجوع إلى الله مبينا قيمة هذه الصلاة طلبا للغيث بما ينفع الناس ويمكث في الأرض داعيا إلى الإقبال على كافة أعمال الخير من صلاة وبر وصدقة. ونستضيف لكم مشاهدينا الكرام في مسائيتنا لهذه الليلة السيد عبد السالم البوبا، هو مكلف بمهمة في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. أهلا بكم ضيفنا الكريم. السيد عبد السالم، كيف تابعتم وقائع صلاة الاستسقاء التي أقيمت بشكل متزامن على المستوى الوطني، وما الرسالة التي تودون إيصالها بالمناسبة؟ مرحبا وأهلا. تابعت وقائع صلاة الاستسقاء في هذا اليوم المبارك بشكل متزامن في وطننا الحبيب، تابعته باهتمام بالغ، وحمدت الله سبحانه وتعالى على ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من إحيان لسنن الهدى التي من أهمها سنة الاستسقاء، إذ يسن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو نحوه كالمواشي اليوم عندنا، وكذلك الأنفس إذ تتضرر الحياة بشكل عام بانحباس المطر، علما بأن المطر لا ينحبس إلا بمعصية ولا ينزل إلا بتوبة، فهو كما في حديث الموطأ الذي فيه خمس بخمس، منها أنه ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء. فهذه مناسبة لرد المظالم وللصدقة وللتراحم والتواصل وللطف، لأنه تهلك البهائم في البراري بذنب ابن آدم في الأرض، فهذه مناسبة عظيمة، ووزارة الشؤون الإسلامية اهتمت بها قبل هذا، قبل سنتين تقريبا في نهاية 2019 لما انحبس المطر، قامت بأمر جميع الأئمة على امتداد التراب الوطني بإقامة صلاة الاستسقاء، ولم نكون بدعاء ربنا أشقية، استجاب الله سبحانه وتعالى كما تعلمون وأتت الأمطار، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يعظم أجر الجميع. فهذه سنة الاستسقاء هي من سنن الهدى التي فعلها الأنبياء وفعلها الصالحون من بعد ذلك، فكما في قوله تعالى ويستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وفي الآيات الأخرى فانبجست منه 12 عينا. ومن أجل ذلك قال المنافقون والمرجفون لو للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا لاستسقى لقومه، فقال أوهم قالوا هذا عسى ربكم أن يسقيكم، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الغيث، ثم استسقى عمر بعد ذلك وتوسل بالعباس كما هو معروف عم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في زمن الأمويين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استسقى، وقدم في الاستسقاء يزيد بن الأسود الجرشي لرجاء فضله. وهذه سنة محمودة من سنن الدولة الإسلامية قديما، وهي التي تحييها هذه الأيام وزارة الشؤون الإسلامية، فطلبت بشكل متزامن بإقامة صلاة الاستسقاء، لأن فيها ما فيها من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، إذ ينبغي أن يجأر المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى ويعلموا أنه ما منع القطر إلا لذنب عظيم، أوله منع الزكاة كما في الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك لقطع الأرحام وللتغالي في الأمور التي لا ضرورة لها.
هذا من جهة، من جهة متابعتنا لصلاة الاستسقاء اليوم. أما الرسالة التي ينبغي أن تفهم من هذا فهي أن الله سبحانه وتعالى شرع سننا لأخذ بهن، هو أخذ بكتاب الله وأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلاح الدارين، وهذا ما يتميز به هذا الدين العظيم، إذ يرشد الإنسان المسلم إلى ما يرم به مصلحته الدنيوية ولما ينفعه في معاده يوم القيامة. فهذا الاستسقاء هو إظهار للتضرع وإظهار لافتقار الإنسان إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كما هو معلوم كل الحياة متوقفة على الماء، كما في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، وكما في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فسر العلماء وفي السماء رزقكم أي المطر، فعندما ينحبس المطر تتوقف الحياة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن ينفعنا بهذه التعاليم الإسلامية العظيمة. فصلاة الاستسقاء هي أمر عظيم ولها أحكامها ولها آدابها كما هو معلوم، فمن أهم فضائلها هو الخروج إلى المصلى ببذلة وتخشع، أن يكون الإنسان في بذلة في ملابسها الرثة لإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى الصبية يؤمرون لا ينهون عن الحضور من عقل القربة منهم، وكذلك الذم في بلاد المسلمين غير المسلم لا يمنع من الحضور، لا يترك، لا ينفرد بيوم ولكنه لا ينهى عن الحضور لأحضر. والنساء المتجلات وغيرهم، كل الناس يخرجون في مظهر من مظاهر الافتقار والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى، ولإظهار أنهم لا غنى لهم عن عطاء الله سبحانه وتعالى وعن كرمه. فهذه الأمور هي من الأمور التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها، وأن يعلم أنه كما قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وأنه أفضل العبادة انتظار الفرج كما يقول العلماء عند قوله تعالى أسأل الله من فضله. فالمؤمن مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك كان حضور وزير الشؤون الإسلامية معالي وزير الشؤون الإسلامية التعليم الأصلي اليوم لهذا الجمع الغفير من المسلمين تنبيها إلى أهمية هذا الأمر عند الوزارة وعند الدولة بشكل عام، وربط القاعدة الشعبية المسلمة في هذه البلاد بحقائق دينها وبعظمه وبالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. كل الشكر لكم سيد عبد السالم والبوب ومكلف بمهمة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، شكرا لكم، كنتم ضيفنا في هذه المساء على هذه التوضيحات. أدى وزير الإسكان والعمران والإصلاح الترابي اليوم زيارة تفقد واطلاع للحي الواقع مقابل كيلومتر 13 على طريق نواكشوط روسو التابع لمقاطعة الميناء. وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع ميدانيا على وضعية تأهيل هذا الحي الذي كان قد تضررت منازل بعض الأسر فيه من مياه الأمطار خلال فصل الخريف الماضي. هذه مشاهد من بعض الآثار التي خلبتها الأمطار خلال السنة الماضية بحي ترحيل الورف عند الكيلومتر 13 على طريق نواكشوط روسو بمقاطعة الميناء. ومن أجل أن لا تتكرر نفس المشاهد خلال موسم الأمطار الجاري، قامت السلطات العمومية شعورا بالمسؤولية وانحيازا للمواطن وضمن الخطة المنتهجة من قبل وزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي المنفذة من طرف وكالة التنمية الحضرية، قامت بترحيل 300 أسرة قاطنة بحي ترحيل الورف إلى هذه المنطقة الجديدة بعد تهيئتها وتزويدها بالخدمات الأساسية. والدولة اللي عدتنا زين حتى ومطابق حتى كنا بلد يسير الماء، هان السنة العاقبة أنا طيعنا حتى الماء ومشاتنا دولة جزاء الله خلجنا متعدلة وجاتنا ورفدتنا وطرح حوزتنا عن بلو نختيره إلى تين نرجع له، وهذا طلب من الساكنة عنه يبنى لها في بناية صالحة للسكن. رانا شاكرين الناس القائمة عليه وشاكرين فخامة رئيس الجمهورية، راحلونا من بلد كنا نرقنوا فيه واعطاونا ذني مروات، يا قيال طالبين من الدوله عنها تردنا لبلادنا وترامبليهن، تعدلنا الرامبل تعود وافي والسكن. وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي رفقه مديره وكاله التنميه الحضريه ووالي ولايه نواكشوط الجنوبيه وعمده الميناء تفقد حال الاسر المرحله وتعرف على الظروف التي تمت فيها عمليه الترحيل الى هذه المنطقه المؤقته بتكفل مباشر من قبل وكاله التنميه الحضريه. كما زار الوزير منطقة الترحيل الأولى واطلع بها ميدانيا على خطة العمل المتبعة في سبيل تهيئتها وجعلها في الظروف المناسبة
قبل عودة السكان المرحلين إليها. وعاين الوزير مستوى تقدم الأشغال في المدرسة الابتدائية المكتملة الفصول التي يتم بناؤها بهذا الحي. وفي مقاطعة الإكسار بولاية نواكشوط الغربية، تفقد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سير العمل في مشروع تهيئة ساحتين عموميتين المنفذ من قبل مؤسسة الأشغال المجهزة بالمواد المحلية. مدير المؤسسة المنفذة للمشروع قدم للوزير شروحا مفصلة عن المراحل التي قطعها هذا المشروع الذي سيساهم وفق القائمين عليه في تحسين المجال الحضري للعاصمة وتحديث البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية بعاصمة البلاد. في بيكا 13 ذيك المنطقة اللي كانوا فيها المواطنين مرحلين من الورف أساسا، وتعرضت للغمر في السنة الماضية في فصل الخريف، وكان من الضروري يتم إيجاد حل لذوك المواطنين يكعوا عايشين في ظروف طبيعية. أوامر من الوزارة قامت وكالة التنمية الحضرية لهذه بالتدخل، تم نقل ذوك المواطنين على وسائل الوكالة لأماكن قريبة من أماكن تواجدهم اللي هم كانوا فيها اللي هم تعرضوا للغمر، وله يتم إعادة ترميم ذيك المنطقة ورفع مستواها إياك تعود منطقة مستوية. داروا لهم الماء وداروا لهم الإنارة، محدنهم يتم تسوية الموضوع ويرجعوا لأماكنهم الأصلية. في نفس الوقت هم اللي خطوا على أن ذوك المواطنين اللي بقاوا في الورف هم اللي نجيبوهم، لأن ذيك المنطقة ما فيها المنشآت ولا فيها الخدمات الأساسية. في الوقت الحالي يجري بناء مدرسة ابتدائية مكتملة، ياك أبناء الناس اللي ساكنين في ذيك المنطقة يقدروا يكملوا تعليمهم الابتدائي في ظروف حسنة. بالنسبة للمحطة الثانية هي زيارة لمشروع الساحة العمومية اللي واقع في ساحة ابن عباس، إن شاء الله والهدف لأنها تتحول لمنتزه يساعد ويحسن حياة مواطنين نواكشوط، يخلق لهم فضاء يقدروا يتموا يأخذوا شعره ويتمتعوا به إن شاء الله. هذه الساحة تشتغل عليها مؤسسة الحجارة اللي هي تابعة لوزارة الإسكان، اللي نختار ونعطوها هذا النوع من المشاريع ياك نشجعوا استخدام المنتوج المحلي اللي هو الحجارة، اللي هو ظاهر لنا لأنه يقعد رافد من روافد خلق فرص العمل في البلد. ستشكل هاتان الساحتان العموميتان إضافة نوعية للفضاء العمومي الحضري ولبنة عمرانية تضفي طابعا من العصرنة والحداثة على العاصمة ومتنفسا لسكانها من أجل الراحة والاستجمام. أدى وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ناطق باسم الحكومة صباح اليوم زيارة لعدد من مراكز التلقيح الخاصة بالأندية الثقافية والروابط الشبابية في ولاية نواكشوط الثلاث. تهدف الزيارة للاطلاع على سير عملية تلقي اللقاح في هذه النقاط المفتوحة أمام الشباب وأطر الوزارة. في إطار الجهود الرامية إلى تلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من أجل حمايتهم من مخاطر هذه الجائحة، تندرج زيارة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد المختار الداهي الهادفة إلى مواكبة سير عملية التلقيح في عدد من المرافق التابعة للوزارة. وكانت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في ولاية نواكشوط الغربية المحطة الأولى لهذه الزيارة، حيث استمع الوزير إلى شروح مفصلة عن مدى استمرار وجاهزية الطواقم المشرفة على سير عملية التلقيح داخل المندوبية لإتمامها في ظروف مناسبة. ملعب تيارتا كان المحطة الثانية لزيارة الوزير، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء النوادي الرياضية والجمعيات الشبابية الناشطة في المجال الرياضي، بالإضافة إلى السلطات الإدارية في المقاطعة. وشكل ملعب الرياضة المحطة الأخيرة من زيارة الوزير التي حث خلالها الطواقم والشباب على المشاركة في إتمام عملية التلقيح، منوها إلى ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية في بلادنا من أجل حمايتنا من مخاطر هذه الجائحة. زرت اليوم هذا المركز المنظم من بعض المنظمات الشبابية وبهدف الحث على التلقيح. هي مناسبة لأشكر هذه المنظمات الشبابية لنظمة هذا المركز ونظمة مراكز أخرى. مناسبة هي حملة متزامنة في طيلة هذا اليوم وأيام مقبلة في الولايات الثلاثة بولاية نواكشوط، تنظمها الإدارة العامة للشباب بالتنسيق مع بعض المنظمات الشبابية النشطة في هذا المجال.
مناسبة ليحيي الشباب، يحيي هذه المنظمات التي قامت بهذه المبادرة، وليحيي الشباب مطلقا عموما، وليدعوهم جميعا لانخراطي في هذا الجهد. يسوى في نواكشوط، ويسوى في الداخل، ويسوى في البوادي، ويسوى في القرى، لأنه احنا أمام جائحة، وهذه الجائحة بعد الله تبارك وتعالى لا وقاية منها إلا بالترقيع. وبالتالي يدعوهم الإقبال هما، يا غير ما اللي يدعوهم الصحك إلى الحث، حث الناس لضعاف، والناس اللي كبار في السن، والناس اللي تعود عندها شيء من الهشاشة الصحية، على أنهم يجيبوها، لأن اللي تعود هي لولا استفاد من التطعيم. هذا داعيكم أنتم هون أهل هذا المركز، وداعي المراكز الأخرى اللي لاهي نزور، وداعي الشباب عموما على أن هذه الحملة، على الحملة أنها تعود مكثفة، وعلى أن هذا هو الجهد اللي يالتهم يعدلوا، مطلقا، وهذا من الجهد اللي يالتهم يبذلوا فيه مزيد من الجهد، يبذلوه الشباب هون، يبذلوه الشباب في الولايات وفي المقاطعات وفي البلديات الريفية وفي الأرياف، الشباب هو المعول عليه. وتبقى الحملات التحسيسية حول مخاطر فيروس كوفيد-19 وأهمية التلقيح والالتزام بالإجراءات الاحترازية، من وضع للكمامات والتعقيم وتجنب التجمع في الأماكن العامة، من أهم وسائل محاربة هذه الجائحة. أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من مدينة نواذيبو المرحلة الثانية من أنشطتها المتعلقة بنشر التعبئة والتحسيس ضد كوفيد-19 من خلال التعاون مع هيئات المجتمع المدني. منت وتسعى المفوضية إلى زيادة الملقحين ضد الفيروس بدعم جهود المنظمات غير الحكومية من أجل جلب المواطنين إلى مراكز التلقيح. دعما لحملة التعبئة والتحسيس ضد كوفيد-19، يأتي هذا النشاط الذي أطلقته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من مدينة نواذيبو بحضور السلطات الإدارية والبلدية وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني. وتهدف مفوضية حقوق الإنسان من خلال هذا النشاط إلى تعزيز التعاون مع عشرات المنظمات غير الحكومية من أجل نشر التوعية وحث المواطنين على الإقبال على المراكز الصحية لأخذ اللقاح. يشكل هذا النشاط المنظم في نواذيبو المرحلة الثانية من الحملة التي أشرفت على افتتاحها يوم 2 سبتمبر الجاري في نواكشوط، وتدخل في إطار الجهود الحكومية الرامية لحث المواطنين على التوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ اللقاحات وإلى نشر الوعي والأخذ بأسباب الوقاية. ستعمل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بحول الله خلال الأيام القادمة بالتعاون مع 100 منظمة غير حكومية على مستوى ولاية نواذيبو على جلب 10,000 من المواطنين والمقيمين إلى مراكز التلقيح التي أقامتها وزارة الصحة، وذلك بهدف زيادة عدد الملقحين ضد كوفيد-19 في بلادنا بنسبة 20%. وينتظر من المجتمع المدني على مستوى ولاية داخلة نواذيبو تكثيف الجهود في توعية المواطنين، وهو ما أكد عليه عمدة المدينة خلال كلمته في هذا النشاط. نذكركم عن هذا المجتمع المدني اللي في نواذيبو أن احنا مفتخرين به مدينتنا، مفتخر به الوالي والحاكم والإدارة والبلدية، لأنه جاهز ومتنظم ومنسجم مع تعليمات الدولة وقائم بواجبه في المدينة. احنا فعلا لا الإدارة ولا البلدية عارفين شي ذاك من قد دورنا، يقال لولا استعدادهم هما ونظامهم وعملهم اليومي من أجل توعية المواطنين ومساعدتهم ما نقدوا احنا نعدلوا شيء، ولا تقدوا انتوما اللي جيتوا اليوم تجبروا شي جاهز أمامكم تقدوا تبنوا عليه هذه العملية اللي مفصول فيها. رئيس منتدى المجتمع المدني أكد على جاهزية هيئات المجتمع في توفير جهودها خدمة للسعي العام في محاربة انتشار الجائحة. وقدمت المفوضية معدات لوجستية تتمثل في الكمامات ومواد التعقيم دعما للأخذ بالوقاية في سبيل نشر التوعية والتحسيس. محمد الهادي، قناة الموريتانية، مدينة نواذيبو.
لقي قرار إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة صدى واسعا في نفوس المواطنين المهتمين بتنمية الإبداع الثقافي والابتكار والتميز في شتى الفنون الجميلة. نجوم الفن السابع في بلادنا ورؤساء وأعضاء الأندية والروابط الثقافية المهتمين بالمسرح الشعبي كانوا ضمن المشيدين بميلاد هذه الجائزة منوهين بها باعتبارها فكرة رائدة. للفن أهله وعشاقه وللإبداع دروبه وشعابه، ولعل أسمى الفنون المسرح بهواته وكتابه جمهوره ورواده، وكغيره من الفنون الجميلة لها دورها الطلايعي في بناء الأوطان وتثقيف الشعوب وصقل المواهب. طب مالك؟ شف بي أعطي أكسر واحدين منهم. فقديما قيل أعطني مسرحا أعطيك شعبا راقيا، حقيقة وعت السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، فجاء الإعلان عن جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، خطوة أذكت روح التنافس وولدت الأمل لدى أهل التخصص فأشادوا بها. استحداث هذه الجائزة اللي موجهة للفنون هو مبادرة طيبة من الجهات العليا، خاصة رئيس الجمهورية. عندما تسمى جائزة للفنون باسم رئيس الجمهورية فإن ذلك يعطي للفنون بصفة عامة أهمية كبرى. لذا ستبقى المسؤولية كبيرة على الفاعلين الثقافيين، خاصة الذين يمارسون الفنون الجميلة، في أن يجتهدوا ويقدموا ما يستحق أن ينال هذه الجائزة. الحقيقة هذه الجائزة جاءت في وقت مهم جدا، في وقت تشرعب أعناق كل الذين يمارسون الفن إلى لفتة كريمة من السلطات العليا لهذه الفنون لأنها تعيش في سبات. واستحداث هذه الجائزة سيعطي دفع للقائمين على الفنون بأن ينفضوا الغبار عنها وأن يقدموا ما يستحق أن ينال هذه الجائزة. كثر هم الذين صابروا وعملوا على خلق مسارح وقدموا عروضا فنية رائعة خدمة لتطوير الفنون الجميلة في وطننا الحبيب. سعداء جدا بهذه الجائزة. نشكر رئيس الجمهورية على الوفاء بالعهد، لأنه عاهدنا في الانتخابات على أن ستكون هناك جائزة للفنون الجميلة، وتأكدنا على أن العهد عنده معنى. هذه الجائزة بالنسبة لنا كفنانين وكفاعلين في المسرح والسينما هي ستكون محفزا لنا على الإبداع والامتهان، وعندما أقول الإبداع والامتهان بمعنى على أن يصبح هذا الفن هو عبارة عن مهنة ويتخصص فيها أصحابها ويشتغلون من أجل أن يقدموا ما ينفع الناس ويمكثوا في الأرض. إذن شكرا لك رئيس الجمهورية على هذه الجائزة، وشكرا لهذا المعهد الذي نقف فيه الآن، معهد الفنون الجميلة، وإن كان متأخرا. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، لكن مطلبنا أن يفعل هذا المعهد ويصبح مؤسسة أكاديمية تخرج فنانين موريتانيين قادرين على أن يستنطقوا ما في هذه الأرض من كنوز ثقافية وفنية. رائع هذا السندل كما راه والدوش والكوزينة راه. هذا بعد ما اخترنا وصنعك. جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة حلم طالما راود أهل التخصص، وبتحقيقه تبدأ مرحلة جديدة من الجد والمثابرة والتنافس الإيجابي بين عشاق الفنون الجميلة لينالها من هو بها جدير. وأطيب اللقيا بجميع هذه عينان سودوان، عينان سودوان في حجريهما تتوالد الأبعاد.
أصدرت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسهيل الطوارئ نشرتها اليومية حول الخسائر التي سببتها الأمطار في المنشآت العمومية، وجاء في النشرة سقوط 4 أعمدة كهربائية بمنطقة تيارت في ولاية أدرار بسبب عاصفة رملية، مما أدى إلى تعطل أحد الآبار المزودة لمدينة أطار بالمياه الصالحة للشرب. أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم الوضعية الوبائية لجائحة كورونا في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. نتابع في نقطة صحفية الإدارة العامة للصحة العمومية حول مستجدات الحالة الوبائية. سجلت منظومة الرقابة الوبائية في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية 93 إصابة جديدة من كوفيد 19، من بينها 4 حالات مخالطة و89 حالة مجتمعية. كما سجلت خلال 24 ساعة الماضية 132 حالة شفاء، ولله الحمد لم تسجل أي حالة توفاة خلال 24 ساعة الماضية. بلغ إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية الوباء في بلادنا إلى 34204 إصابات، كما بلغ إجمالي حالات الشفاء المسجلة في بلادنا 31568. بلغ كذلك إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الوباء في بلادنا 733 حالة وفاة رحمهم الله. فيما يتعلق بالحالات النشطة اليوم في بلادنا، بلغت 1903 حالات، من بينها 1806 حالات بدون أعراض، 53 حالة خفيفة و44 حالة خطيرة. فيما يتعلق بالتوزيع عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال 24 ساعة حسب مقاطعات البلاد، تم تسجيل حالة في ولاتة، حالتان في كوبني، حالة في طينطان وباركيول وألاك، 4 حالات في مقطع الحجار، حالة في كل من بوتيليميت المذردرة، حالة 4 حالات في ركيز، حالة في روسو، 10 حالات في أوجفت، 5 حالات في أطار، وحالة في شنقيطي، حالتان في كل من ودان والشامي، 14 حالة في نواديبو، حالة في المجرية، 4 حالات في تشكجة، حالة في كل من سيلي بابي، بير مقرين والزويرات، 4 حالات في أكجوجت، 3 حالات في الكسر، 12 حالة تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية في تبرق زينة، 3 حالات في تيارت، 5 حالات في توجونين، و5 حالات في عرفات، إضافة إلى حالتين خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيلها في الرياض. فيما يتعلق بالفحوصات المنجزة خلال 24 ساعة الماضية، تم إنجاز 1682 فحص، من بينها 939 من النوع السريع TDR و743 من نوع الفحص الحمض النووي PCR. فيما يتعلق بوضعية التلقيح في بلادنا، ولتذكير نحن لازلنا في الأيام أيام الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد، وحيث نعيش اليوم يومها 7، حيث تم تلقيح خلال 24 ساعة الماضية 26673 شخص، ليصل بذلك مجموع الملقحين خلال 7 أيام الماضية من الحملة الوطنية الثالثة للتلقيح ضد كوفيد إلى 230053 ملقح، ليصل بذلك معدل التغطية 66% من الهدف المرسوم لهذه الحملة. كما تعلمون في هذه الحملة تم استخدام 3 لقاحات، من بينها اللقاح الأمريكي جونسون أند جونسون، واللقاح الإنجليزي أسترازينيكا، واللقاح الصيني سينوفارم. فيما يتعلق بالملقحين بجونسون أند جونسون خلال 24 ساعة الماضية، بلغ عددهم 7613. بالنسبة لأسترازينيكا تم تلقيح 7862 شخص. بالنسبة للقاح سينوفارم تم تلقيح 11198 شخص. فيما يتعلق
الأرقام الإجمالية لعملية التلقيح منذ انطلاقها في شهر مارس من 2021 بلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى في وطننا 282,408، كما بلغ عدد الملقحين بشكل كامل أي من تلقوا اللقاح بجرعتيه 513,867. إلى هنا مشاهدينا الكرام نودع زميلتنا أسماء بنت عثمان التي رافقتنا في الجزء الأول من هذه المسائية مشكورة بلغات الإشارة. تواصل الحملة الوطنية الثالثة للتلقيح بالحوض الشرقي على غرار باقي ولايات الوطن، وتوفر لقاح جونسون الجرعة الواحدة بإضافة إلى الجرعة الثانية من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا. وقد لاحظت الجهات الصحية ارتباكا لدى البعض بخصوص تلقي الجرعة الثانية حيث ضبط موعدها لسبب أو لآخر. مع تزايد الإقبال على مراكز التلقيح بالنعمة في إطار ثالث حملاته الوطنية، تلاحظ المصالح الصحية مظاهر ارتباك لبعض المواطنين خاصة فيما يتعلق بضبط موعد الجرعة الثانية. المواطنين اللي يغضوا تواغضوا بطاقاتهم يلا لين مرتع عليه يجيناهم في المركز ونعودوا احنا لو دور جستر نعطوه بطاقة جديدة ونجيبوا فيه بريميل دوز دازيم دوز سوف عد يمشي بها وتعود لكن في بطاقة تعرف ما يلا يقعدها. في ظل تعدد عينات اللقاح يفضل بعض الراغبين في التلقيح ضد كورونا لقاح جونسون ذا الجرعة الواحدة. العود ما نفهم اختي ندير هاي الدقة اللي ماتن على مرة أخرى. جاء اليوم للطب ندور على دقة واحدة دقة جونسون دقة واحدة هي اللي ندور. إلى جانب لقاح جونسون تتوفر مراكز التلقيح على لقاحي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني، لكن ضبط موعد الجرعة الثانية منهما يستدعي وعيا صحيا وذاكرة صحية. ترديت شويته نهارين ولا ثلاثة تقريبا. درت نقطة صحية في قرية مات لكاليش كارفور، وهو أنا عندي على كل حال يوم مهام في مقاطعة النعمة وجيت للفرقة جزاهم الله خير وداروا الجرعة الأخرى. عدم أخذ الجرعة الثانية من اللقاح في موعدها يعني حسب المصالح الصحية إلغاء جدوائية الجرعة الأولى. الجرعة الثانية هي الأساسية، هي لادوز اللي يلا الإنسان يكمل بها لأن هي تكملة لكن من مناعة المجورة من اللقاح. حد ما دارها يعرف أنه حكم أنه لكنه ما عدل سبه اللي عدل كامل لاقي. هما جرعتان اثنتان يجب الحرص على تلقيهما لحصول الفائدة المرجوة من عملية التلقيح. يتم تلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا البريطاني بعد تلقي الجرعة الأولى بشهرين على الأقل أو 4 أشهر على الأكثر، بينما يتم تلقي الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني بعد 21 يوما بالضبط. عبد الله صوفي، قناة الموريتانية، مدينة النعمة. دوام الصحة لك عبد الله الصوفي. تشهد المراكز والنقاط الصحية بمقاطعة كيفا تراجعا في الإقبال على اللقاح في الأيام الأخيرة من الحملة الوطنية الثالثة للتلقيح، وتؤكد الطواقم الطبية اعتمادا على الحصيلة الأولية تلقيح ما يناهز 11,000 شخص على مستوى الولاية خلال الأيام الستة الأولى التي مضت من الحملة. تراجع ملحوظ في إقبال المواطنين على المراكز الصحية بمقاطعة كيفا خلال اليومين الأخيرين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد. وحسب أرقام مؤقتة مكنت الأيام الستة الأولى من هذه الحملة من تلقيح ما يقارب 11,500 مستفيد على مستوى الولاية. يمكنني دقة الثانية عن الوباء اللي هو ودقة مهمة ووقاية عن المرض والناس يالتهدق. الدقة لا يقبل عنها حد. على اليوم جاي لبيمي ياكن درد في دقة كوفيد-19 وياكن نحمي راسي أولا من المرض الفتاك الخطير اللي هدد العالم كامل. داعيكم كامل لكم إن شاء الله تقبلوا الدقة. الجرعة الأولى درتها في نواكشو شهر الثالث يوم 11 فيه، والجرعة الثانية درتها برك في كيفة. حماية عن فيروس كورونا مفيدة، يلا الشعب كامل يديرها. وفي مقاطعة كيفا وحدها تم تلقيح ما يربو على 3,400 شخص. بداية كان الإقبال على الحملة زين ما شاء الله، واليوم كان نهار الأخير من الحملة
والقبال الصم كان لا عادي، يامس الإقبال أمي كان لا عادي. من بداية الحملة إلى يامس تم تلقيح من أسترازينيكا دارت 1435، ومن جونسون درنا 1234، وسينافورم درنا 687، وراجين إن شاء الله أن الناس تفهم ضرورة اللقاح وتقبل على دقة اللي هو الحل أمثل. وعبئت الدولة جميع وسائلها اللوجستية والبشرية لتقديم اللقاح للمواطنين في المراكز والنقاط الصحية باعتباره الوسيلة المثلى حتى الآن للوقاية من مخاطر فيروس كورونا القاتل. محمد الأمين الخطري، الموريتانية، كيفة. تشهد مراكز التلقيح في مدينة كيهيدي إقبالا ملحوظا من المواطنين لأخذ الجرعات المضادة من فيروس كورونا، وتؤكد المصالح الصحية أن نسبة الإقبال على المستوى المطلوب على الرغم من تسجيل تراجع بالنسبة للمواطنين المعنيين بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا. مع بدء العد التنازلي لموعد ختام المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، يتواصل الإقبال على مراكز التلقيح في مختلف أحياء مدينة كيهيدي. هنا في حي التنزاهة الواقع في الجهة الشمالية للمدينة تستقبل الطواقم الصحية عشرات المواطنين لأخذ اللقاحات الثلاثة المضادة للفيروس. كنت ندير الجرعة الثانية من اللقاح، وفيما يبدو لي أن المسألة الناس كاملة توجه وتستقبل عليها، لأنها لا رواية وقاية من مضاعفات المرض من خلال يقع على الرقاش. قيل قال ما ينصاب وقال بعد إذا انصاب بعد تعود مضاعفات وتعود خفيفة عليه قد ما يتأثر بها، كي هذا كامل يوقع. نعم جينا اليوم لهنا نلقحهم تلقيها أول، وتبارك الله رأيناها تبارك الله جاهزوا، تبارك الله لقحنا ولا أجبرنا فيه أي مشكل. تقام إن شاء الله هميتها زين واللقاح زين للناس كاملة، يلت لا تلقح كاملة تلقح إن شاء الله زين ما عنده مشكلة. بالنسبة للقبال على حملة التلقيح هون كان قبال ما شاء الله جيد، فيه كان تزايد كل النهار ورا نهار أشبه ما شاء الله، فيه تزايد ما شاء الله زين، وقبال ما شاء الله كان جيد تبارك الله. وتؤكد المصالح الصحية أن المعطيات المتوفرة مع اقتراب موعد انتهاء حملة التلقيح تشير إلى تسجيل نسبة معتبرة من التلقيح مع وجود تراجع طفيف في مستوى الإقبال لأخذ الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا. هذه حملة كوفيد اللي كانت معدلة طبعا بلقاحات ثلاثة اللي هو جونسون آند جونسون وأسترازينيكا الجرعة الثانية، وعندنا كنا مالي لسينوفارم. سينوفارم نديره اللي يبغى يدير الجرعة الأولى، واللي يبقى مالي يدير الجرعة الثانية لاحقا نديره هالو. وطبعا الإقبال ما كان كيف الحملة الأولى هي غير بعض الأهداف اللي كانت عندنا نحن، ظهر لي مولانا أننا ماشيين في المسار الصحيح به، اللي قطعنا أنه بالنسبة للقاح جونسون ندور نوصله للهدف، وبالنسبة ل السينوفارم مدي ندور نعود وصلنا له، ولا اكيد ندور نعود وصلنا له. بالنسبه للاسترازينيكا بما ان فم اشخاص محددين وهم المستهدفين، ذاك هو اللي طرح شي من الصعوبات يا غربات مدي لحقنا فيه، دور نعود الى يامس، ندور نعود فتنا لحقنا زايدين قريب من 70، فتنا لحقنا قريب قرابه ندور نعود 68 ولا 67% من الاسترازينيكا. معناها انني نجي لها نتائج اليوم ونتائج ذيك الفرق شين بعض من الفرق المتنقلة اللي ما كنا احنا نجبره قد يعود لا هي نعقبون وصلوا لها، اللي هي يعود بعد في المجمل في الأخير دور بعد نتخطاو ذيك شي 80 ولا نقدون لحقوش في 90. وكانت ولاية غرغول قد حققت نسبة 102% خلال الحملة الأخيرة، وتتطلع إلى تحقيق نسبة أعلى مع تسجيل الولاية لنسبة 80% على بعد ساعات قليلة من انتهاء الحملة. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. وللمزيد حول هذا الموضوع نستضيف لكم مباشرة من مدينة كيهيدي مدير مركز الإطباء الجهوي في كيهيدي الدكتور سيد أحمد البخاري. أهلا بكم سيد المدير. أهلا دكتور. أهلا بك دكتور. ما هو تقييمكم لنسبة الإقبال على التلقيح على مستوى الولاية، وماذا عن الصعوبات التي واجهتها الطواقم الطبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لله السانحة
هذا عن بصفة عامة التنظيم كان جيد وطواقم الطبية مارت صعوبات اللي كل شيء كان مجهز لا ألاحظ أماتي في الأيام الأخيرة قلت أقبل على بعض سرتو على مستوى المدن اللي الأرياف كانت فيهم جونسون جونسون لحق تقريبا 99% وزن عنها قاع باليوم تعود تكمل تعود أكثر على مستوى المدن سرتو أسترازينيكا كان هماتيها فطور في الأقبال وقد عنده تفسيرين الأول عن الحمد لله في الحملة الأولى خلق أقبال كبير من المواطنين يقعدوا عندهم في المدن كان تلقيح أكثر والعامل الثاني بقاش من هاي الدقة عقب الحملة ولحقت فترة التلقيح الثاني وعدلتهم الناس لكن اللي مولي قد يفسر تقريبا النقص اللي ملاحظ على الفطور الملاحظ وبصفة عامة بعد نتائج حسنة لا ما عند 70-80 في لقاح الثلاثة سينو فارم وأسترازينيكا وجونسون قال حق 90% حقانا لجعل نتائج اليوم لكن فالحق نتيجة. إذن الحمد لله وشكرا لكم مدير مركز الطباب الجهوي في كيهيدي الدكتور سيد أحمد وللبخاري شكرا لكم. منتا في سياق آخر يشكو سوق الحبوب بمركز الكصيبة واحد بولاية غرغل يشكل عفوا سوق الحبوب بمركز الكصيبة واحد بولاية غرغل وجهة للعديد من المواطنين الراغبين في اقتناء حاجياتهم من الحبوب. فريق من الموريتانية تجول داخل هذا السوق وعد التقرير التالي. سوق الحبوب والمعروف شعبيا بسوق الخضروات يقع في وسط مركز الكصيبة لداري حيث يقصده السكان من أطراف المدينة لشراء حاجياتهم من الحبوب في موسم حصادها. السوق يعج حاليا بمختلف أصناف الحبوب من ذرة وقمح وفاصوليا وغيرها. تتنوع الحبوب المعروضة هنا والتي تشكل مقصدا للزوار نظرا لارتباطها التقليدي بحياتهم ولما تتمتع به من فوائد غذائية مهمة. أنا عدتني جاية من النصارى جايت. نحرص دائما على أن تظل أسعار الحبوب في متناول المواطنين، لكننا نطالب الجهات المعنية بدعمنا حتى نستطيع أن نجني محاصيل أكثر مما سينعكس على أسعار الحبوب. الجانب الآخر يتم طحن الحبوب وتحويلها إلى دقيق من أجل تلبية أذواق المتبضعين الراغبين في تنوع المنتجات وإعداد وجبات غذائية أخرى خاصة من مادة الدقيق. يوجد لدينا الكثير من أنواع الحبوب التي تم زراعتها هنا بمزارع الكصيبة ويقبل عليها السكان بكثرة نظرا لجودتها التي تميز حبوب الكصيبة عن غيرها من الحبوب. يقبل نساء الريف هنا بولاية غرغل على المزارع بكثرة مشكلات بذلك نموذجا مهما من الاعتماد على أنفسهن من خلال زراعة الحبوب والخضروات محققات بذلك الاكتفاء الذاتي. البهبيري ولليدالي لقناة الموريتانية من مركز الكصيبة لداري بولاية غرغل. من بين عشرات الواحات في أدرار تبرز واحة ترجيج للتميز بمناخها المعتدل وبينابيعها المتدفقة تحت ظلال النخيل وسفوح الجبال عوامل جذب سياحي جعلت الباحثين عن الراحة والاستجمام يتوافدون عليها من مختلف مناطق الوطن. مراسل الموريتانية في مدينة طار زار منتجع ترجيج وعد التقرير التالي. هذه منطقة ترجيت في ولاية أدرار التي تبعد عشرات الكيلومترات من مدينة أطار في سفوح الجبال وتحت باسقات النخيل لا يتوقف نبض الحياة بواحة ترجيت. عائلات وأفراد آووا إلى الكهف بعيدا عن صخب المدن وضوضائها لقتل الفراغ واستنشاق أكسجين النقي وتنظيف الذاكرة من هموم ملأتها. واحة الحمد لله تمتاز بمناظرها الجذابة والخلابة ودائما الحمد لله جه الناس من كل مكان حتى الأجانب يأتون من كل قارة الأوروبية والأمريكية والآسيوية
يجوهون لهذه الواحة من أجل قضاء عطلهم دائما هنا، ومن أجل أيضا الاستجمام والراحة هنا تحت ظلال النخيل الباسقات. الزائر للواحة يستمتع بمناخ معتدل طيلة اليوم، تغذيه عيون جارية بماء غير آس. في هذه البيئة الجذابة ينيخ الناس مطاياهم وهم على بينة من قوانين الواحة، ومنها عدم كسر هدوئها لينعم الجميع بالراحة والاسترخاء وتوثيق اللحظات الجميلة. كانت عجباني السنة الدراسية، السنة الدراسية تحضير البكالوريا، الحمد لله نجحنا وجينا ذي ترجيت اللي تعتبر منطقة سياحية بدرجة ممتازة الحمد لله، جاي هنا نسقوا شم الهواء وراجع إن شاء الله لنواكشوط. لذلك جيت سفة تبارك الله جوها ما هو كيف تشيفة تبارك الله، ولو كي جو نواكشوط ولا جو طار اللي حامي فتبارك الله عليه بي اللي طبعا صدر يعدل يشانج غازه، وصراحة زينة وموكة وسياحية فتبارك الله. قطرات لها فوائد صحية عديدة حسب القائمين على الواحة، التي اكتسبت شهرة واسعة جعلت الرحالة تشد إليها من الوطن وخارجه، لما تتوفر عليه من جذب سياحي منحها صدارة الواحات في أدرار والتربع على أفئدة الوافدين عليها من كل حدب وصعوب. قلما زارها أحد إلا وعاود الكرة، إنها واحة ترجيت السياحية حيث يتنفس الإنسان عبق الحياة هنا وسط جمال الطبيعة وسحرها، وحيث الناس ينثرون ما علق بهم من أدران الحياة في واحة يقولون إنها تأسر الزائرين وتسر الناظرين. محمد عمر بلول، الموريتانية، من واحة ترجيت، ولاية أدرار. ويبقى معنا محمد والعمر بلول من مدينة أطار. محمد مساء الخير. مساء النور لك عزيز بديدي ولجميع مشاهدي الموريتانية في كل مكان. محمد، أنت زرت منطقة ترجيت، وقبل أن تعاود الكرة مرة ثانية دعني أسأل زيادة على ما ورد في التقرير، ما أبرز الخصائص والمميزات السياحية التي تستقطب هذه المنطقة؟ نعم، أقول لك بأنني سأعاود الكرة ثانية وثالثة بإذن الله تعالى، وأنت إذا ما شددت الرحالة إلى هنا ستعاود الكرة، لأن هذه الواحة حقيقة واحة ساحرة، واحة كبيرة، واحة تتميز بجذب سياحي له تاريخ عميق يمر بمئات السنين. هنا هذه الواحة التي توجد من ضمن عشرات الواحات الموجودة في ولاية أدرار بطابعها السياحي الجذاب، هذه الواحة سبق وأن زارها العديد من المواطنين والأجانب الذين سحروا بجمالها الطبيعي وبجمالها الأخاذ، لأن هناك يعني ينابيع مائية تجري ليل نهار، وهناك أيضا يعني جبال تظلل هذه تظلل على هذه الينابيع، هناك باسقات النخيل تعطي رونقا جميلا للمنطقة. دعني أحدثك عن يعني الجمال السياحي لواحة ترجيت، هو جمال ينطبق على العديد من الواحات الموجودة في أدرار. أدرار وحدها توجد فيها ما يقارب 70 واحة على عموم ولاية أدرار، هناك مليون نخلة موجود في ولاية أدرار، مقومات سياحية كبيرة كانت تعطي ثمرة على تعود بالنفع الكبير اقتصاديا على سكان ولاية أدرار. وقتها كانت السياحة منتعشة، لكن بقدوم فيروس كوفيد 19 تعطل النشاط السياحي وتعطلت تلك المقدرات الاقتصادية نتيجة لهذا الفيروس الذي يجتاح العالم بأسره، وبلادنا ليست نشازا من هذا العالم. هذه المقومات السياحية كبيرة ويعني ممتعة، لكن هناك أيام مقبلة إن شاء الله ستعود فيها السياحة إلى رواجها، وستعود واحات أدرار إلى صدارة المشهد بجذب السياح من داخل الوطن وخارجه، من الأوروبيين ومن الآسيويين ومن الأمريكيين ومن الإفريقيا. هذه الواحات واحات لها تأثير اقتصادي كبير، كما أن لها تأثير تاريخي كبير، لأنها كانت تأسر كل من زارها، تغنى عليها آلاف من الشعراء والمغنيين وهاموا في حبها، وكلما زارها أحد خرج منها بفكرة كبيرة، وهي أن هذه الواحات سيعاود الكرة ثانية إليها. هذه الواحات كل ما ينقصها هو أن يتلاشى فيروس والخوف من فيروس كوفيد 19، وأن يعود النشاط الاقتصادي إليها، بذلك
ستدب الحياة إليها. هي الحياة هنا ليست متوقفة في واحات أدرار خاصة ترجيت، وليست ترجيت وحدها، هناك واحات أزوج التاريخية، هناك واحات تيارت وتوزقت، والعديد من الواحات موجودة في أدرار. لكن النشاط الاقتصادي في هذه الواحات عطله كوفيد 19. رغم ذلك ما زالت هذه الواحات تتمتع بمكانة كبيرة بين المواطنين في قلوبهم، في أفئدتهم، في عيونهم. هناك يأخذون السيلفي، وهناك يعني يقضون أوقات جميلة بعيدا عن صخب المدينة وبعيدا عن الإجراءات الاحترازية، وإن كانوا يطبقونها فيها، بعيدا عن كوفيد 19 وعن أجوائه الباهتة وأجوائه التي تكدر صفهم. ستعود السياحة وسيعود بها معها المشهد السياحي، وستنقشع غبار كوفيد 19 وتدب الحياة من جديد في واحات أدرار كما ستدب في واحات بلادنا الجميلة. وبعد ذلك بحول الله محمد نزور نحن أيضا منطقة ترجيت السياحية. شكرا جزيلا لك محمد عمر بلول، كنت معنا من مدينة أطار. وفي الوجه الآخر السياحي في بلادنا وتحديدا الخريف وفي ولاية البراكنة، يحافظ العديد من سكان البوادي والأرياف على أنماط متعددة من الحياة التقليدية لتكثر عادة في موسم الخريف خاصة في الأدغال بعيدا عن المدينة. مراسلنا في ولاية البراكنة يرصد لنا الليلة جانبا من يوميات حياة المواطنين فيما يعرف محليا بالفرقان، وذلك في سياق التقرير التالي. على مقربة من إحدى البراك المائية تتجمع هذه الأغنام في انتظار أن تنهل بقية القطيع. في تلك الأثناء حاولنا التحدث مع أصحاب هذه القطعان القادمين من أحد الفرقان القريبة ليروا لنا قصصا متنوعة عن حياة مليئة بالمغامرات قوامها الترحال والبحث الدائم عن أماكن الكلأ والانتجاع. احنا عندنا العزبان ونرحلوا وعينا نجبر الخضار والربيع والماء، والحمد لله احنا لين ترحلوا من هون قريب ما انا بعيد. وغير بعيد من هؤلاء يستعد محمد لمين للرجوع إلى مكانه الذي يبعد بضعة كيلومترات من هنا، فيشد وثاق قربته التي ملأها ماء وينطلق في رحلة قد تدوم طوال النهار، بينما يجلس إسماعيل تحت الخيمة وحيدا ينتظر قدوم القافلة. احنا هذه اللاجة مع قطعاً ورد من الطويلة 7 كيلوات، قطعاً بالرواية وضاشة قطعاً، ونجيبوها هنا تجاه القطعين الربيين ونسكوها وتقلبوا قطعين الأغطية. ومع اقتراب ساعات المساء تبدأ التحضيرات لحلب النوق القادمة من الواد. العملية هنا تتطلب جهدا جماعيا يحضر بموجبه غالبية الأفراد في الوقت الذي يرتب البعض المراسيم المرتبطة بالعشاء. نحن رحل إن شاء الله منا باطي كسماء، عندنا شيء من الحيوان، عندنا شيء من البل، عندنا شيء من الشضيات من البقاء، وبعدين كل شيء نشوف ليها تبارك الله، والأهل ما الشيء تبارك الله، حيوان خريف زين تبارك الله ما شاء الله، خارفين تبارك الله ما شاء الله، والخير مبشش تبارك الله ما شاء الله. وحينما تنتهي عمليات الحلب وتستقر الأنعام تنتعش الفرقان وتدب الحياة التقليدية في الأرجاء، ويتداعى الناس إلى الطبل وتجمع خيول الحي ويتراقص الكل في حفل يقولون إنه ينظم عادة لإعلان الفرح والترحيل بأي قادم كان، كنوع من الحفاظ على العادات والتقاليد المرتبطة بالبادية. هذا الطبل المطلوب به الفرح لهذه الناس، وش كبير وش قليل إذا أنت سمعته، وصل نقول له الطبل الكبير ما نقول له الطبل الصغير، لا ينقال له الشنة، ينقال له اللعب والفرحات واستقبال المادة اللي جاية لهذه الأخرى الثانية. ما يزال سكان البوادي والأرياف الموريتانية يتمسكون بالعديد من العادات والتقاليد المرتبطة بظروف السكن خاصة في موسم الخريف، حيث تكثر الفرقان ويتضاعف الإقبال عليها في الولايات الداخلية في الوقت الذي يستدعي السكان المحليون أنماطا تقليدية من الفلكلور الشعبي تلطف الأجواء وتمنحها جاذبية أكثر. عبد الودود والسدنة، الموريتانية، من بوادي ولاية البراكنة. بأدوات بسيطة تصنع فاطمة أشياء مختلفة تتمثل عادة في سلال محلية وإكسسوارات متعددة أصبح البعض يعتمد عليها في تصاميم ديكور الحفلات والمناسبات الاجتماعية. فاطمة استطاعت أن تخلق من الموهبة مهنة وفرت لها مكانا في سوق العمل. نتابع القصة في التقرير التالي.
بالونات بشتى الألوان والأشكال وتصاميم متنوعة، استطاعت من خلالها فاطمة أن تخلق لنفسها مكانا في سوق العمل. هنا في ورشة فاطمة نتابع جزءا من يومياتها في تشكيل المصنوعات اليدوية التي اختارتها كهواية وتدرجت فيها حتى أصبحت مهنة تكسب منها دخلا معتبرا. هذا المشروع دخلت أولا لا وسيلة الكسب وتوف، غير فهم الشغف وزين عندي الديكور أصلا وزين عندي المسائل هذو اللي حرفية كأنها يدوية زاد. اللي ندخلت المشروع رغت أنا عني نطور فيه لعام، فيه تقريبا لعام أنا في عندي محل اللي سابق ذاك كنت نشتغل من الدار، كنت نعدل كربيات ونبيعهم بالجملة للمجمعات. اللي ندخلت هذا المجال سعيت دائما على عني نطور فيه، وسعيت مولي على عني عند منين دخلته على عني ما نستورد شي من الدول المجاورة. تتعدد هذه الابتكارات وتتنوع مجالات استخدامها ومصادرها، لكنها تتحد في كونها أفكارا جادت بها قريحة فاطمة فجسدتها على هذا النحو من الأواني والإكسسوارات والمواد الفنية الجميلة. هذا المجال يقد يتفرع منه 10 مجالات، 10 دي برانش، فيها ديكور، وديكور مجال واسع. فم لا أكياس صداق، أكياس صداق عالم وحدهم، يقد رجاج يفتح بوشي قال لا لك يا صداق، كيف ذاك السلات، كيف ذاك الطيافر، كيف هذو الأشغال اليدوية اللي فيهم 5 أنواع، كيف ذاك الامبريسيون اللي خاصة بمجال الديكور. لا تخلو صناعة فاطمة من بصمة تراثية محلية هي سر تميزها وعنصر الجذب في منتوجاتها. رغت على عني نطور فيه خاصة في الصناعة اليدوية، تعود روايات كاملة اللي نحتاجو لها المتماشة مع عاداتنا احنا، على عني نعدلها هون محليا القادة كامل نعدل منها. أول شيء عدلته على عني عدلت الطيافر، هذو كانوا جلام المغرب، عدلتهم من بوا غير عدلتهم هون محليا وحفلتهم محليا. أبري الخطوة الموالية وكنت طبعا نعدل السلات وعدل هون من الزعف، وطورتهم أنا عدتهم اللي من الكرتون. من ثم عدت الناس تختار عنهم بديل بهم اللي عادوا شوي قديمين عنهم، هو انت عدت نعدل هذو الطيافر، عدت نعدلهم هذو على شكل الطيافر، هذو اللي إتاج ندير فيهم بونتشي، وعدلتهم الكرتون هما جيتابل مولاهم اللي يشريهم ويقيم ماشي بهم. ما روايلة تحتاج عن ترجع كي الاعتيادي عند الناس للطيافر. موهبة فاطمة في الصناعة اليدوية وتشكيل المواد وتحويلها إلى منتجات مبتكرة جعلتها قادرة على إعادة إنتاج كل ما يروق لها، سواء كان ذلك ابتكارا أم مجرد محاكاة لا غير. بالإصرار على الخلق والإبداع وعدم الاستكانة للخمول والكسل، تفتقت عبقرية فاطمة على هذا النحو الجميل تحمل اسمها وبصمتها الخاصة في هذا المجال. نسيب السني عبداوة، الموريتانية، نواكشوط. وفي موضوع منفصل، احتضنت ثانوية تنبوت حفل تكريم للتلاميذ والطلاب المتفوقين في الامتحانات والمسابقات الوطنية منظم من قبل منسقية الطلاب القدماء لثانوية تنبوت. شمل حفل توزيع إفادات تقديرية على المتميزين من طواقم التدريس تكريما لهم على دورهم الفعال في نجاح العام الدراسي المنصرم وتحسين مستويات التلاميذ والطلاب في جميع المراحل الدراسية. كما تم أيضا توزيع مبالغ نقدية على الطلاب المتفوقين تشجيعا لهم على ما بذلوه من جد ومثابرة وعلى تفوقهم في مسارهم الدراسي. حفل التكريم جرى بحضور عدد من رؤساء المصالح المحلية في المقاطعة والأسرة التربوية وممثلي رابطة آباء التلاميذ وجمع من ساكنة تنبوت. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسائية قناة الموريتانية، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. إقامة صلاة الاستسقاء في عموم التراب الوطني، وإمام الجامع الكبير بن واكشوط يدعو المصلين إلى الإكثار من الاستغفار والدعاء. و
وزير الإسكان والعمران والإصلاح الترابي يتفقد أشغال تأهيل حي الواقع مقابل الكيلومتر 13 بمقاطعة الميناء المهيئ للأسر المتضررة من أمطار الخريف الماضي. وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ناطق باسم الحكومة يدعو الشباب إلى لعب دوره كاملا في إنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد 19. مشاهدينا الكرام، للوقاية من فيروس كوفيد 19 بادروا بالتلقيح والتزموا بالإجراءات الاحترازية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، موعدي يتجدد معكم بحول الله في عرضنا الإخباري الأخير عند منتصف الليل. لذلك الحين تحية مني ومن زميلتي مناتها. إلى اللقاء.